الدفاع المدني ينفذ تمرينا افتراضيا لمكافحة حريق بالتعاون مع شركة العزل للطاقة، تفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية وحرصا على تعزيز السلامة العامة. نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع شركة العزل للطاقة تمرينا افتراضيا لمكافحة حريق قرب محطة غاز تابعة للشركة في المنطقة الصناعية بالحد. ويأتي هذا التمرين في إطار خطط الإدارة العامة للدفاع المدني لقياس مدى سرعة استجابة فرق الإنقاذ والإطفاء وجاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ، وذلك لتقديم خدمات ذات جودة عالية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى الوقوف على مدى جاهزية فريق الأمن والسلامة في الشركة وكيفية التصرف السليم في حال وقوع حالة طارئة والتعرف على نقاط التجمع الآمنة التي تم تحديدها مسبقاً من قبل المنشأة. حرصة من إدارة العامة للدفاع المدني متمثلة بإدارة العمليات، قام مركز الدفاع المدني بمحرق والحد بعمليات تفتيشية على المحلات التجارية بالمجمعات وتمارين مشتركة مع الشركات الصناعية. تم عقد تمرين مشترك مع محطة العزل للطاقة، وكان سيناريو التمرين عن وجود حريق بالقرب من محطة الغاز الطبيعي، وعند وصول آليات الدفاع المدني تم فرد أهواز المكافحة بوضع خط احتياطي في حال نشوب حريق في محطة الغاز الطبيعي. تمرين مشترك مع الدفاع المدني عبارة عن حالة افتراضية لوجود حريق في منطقة خطيرة مهمة بجانب نقطة استقبال الغاز عندنا. تم اختار الجهات ذات الصلة مثل هيئة الكهرباء والماء والتطوير، وتم عملية إخلاء الموظفين تمت بنجاح الحمد لله. ونتقدم بالشكر الجزيل للدفاع المدني على سرعة استجابتهم والتنسيق الفعال في هذه العملية. تحت رعاية الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتورة ديانة عبد الكريم الجهرمي، نظمت الجامعة الخليجية حفل تخريج الفوج 16 في قاعة دانا بفندق الخليج بحضور عدد من النواب والدبلوماسيين والسياسيين وأهل الخريجين. تضمن الحفل استعراضاً لأهم إنجازات الجامعة بالإضافة لكلمات قدمها عدد من المسؤولين، مؤكدين على أهمية المرحلة المقبلة للخريجين ولقدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل. سعيدين اليوم بتخرج كوكب من أبنائنا الخريجين دفعة 16، تسلحوا بمهارات سوق العمل، سينتقلون إلى رحلة جديدة في حياتهم، إلى نقطة يتحول من طالب إلى إنسان منتج. فسعيدين بهم وأبارك لكافة أهاليهم وأبارك لهم وأتمنى لهم التوفيق والنجاح، وهم الآن على الطريق الصحيح لبناء حياة سعيدة، حياة مليئة بالتفاؤل. اليوم طبعا اعتبره يوم ميلادي جديد بالنسبه لي، لانه يوم تخرج بعد عناء وتعب ومكافحه حتى ان احنا نوصل الى هذه الدرجه اللي وصلنا لها اليوم، الحمد لله رب العالمين. اقول حق الطلاب هذه كلمه من القلب للقلب، انتم تعبتوا، اليوم فرصتكم انكم تستانسون تستمتعون بيومكم، عسى الله يوفقكم، نقول الديره نطراتكم في سوق العمل. لكل قصة نهاية. خلصت مشوار 4 سنين جامعة. أحب أشكر إدارة الجامعة وأهلي اللي وصلوني حق هذا المكان، وألف مبروك لزملائي الطلبة. يوم بالنسبة لي يوم مميز ويوم عظيم، فرحتي فرحة ما تنوصف من بعد هاي التعب، الحلم اللي سعيت له الحمد لله رغم هالظروف تحقق. أنا جدا فخورة بنفسي وكوني أحد خريجين هذه الجامعة العريقة، الجامعة الخليجية، وأحب أشكر أمي وأبوي اللي هم كانوا دائما الدعم الأساسي لي، وأحب أشكر الكادر الأكاديمي والإداري الجامعة الخليجية على مساندتهم لي. شكرا.
جدير بالذكر أن الجامعة قامت بتخريج ذلك الفوج متضمن العديد من التخصصات مثل كليات الهندسة، العلوم الإدارية، العلوم المالية، الاتصال، تقنيات الأعلام وغيرها. يمثل الالتزام بقيم ومعايير حقوق الإنسان في معانيها السامية محوراً أساسياً في تقديم كافة الخدمات وأشكال الرعاية للنزلاء، وهو ما تلتزم به الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في إطار تطبيق قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية. وضمن هذه الحقوق وتلك الخدمات يأتي تمكين النزلاء الطلبة من التسجيل في مختلف المراحل الدراسية وتوفير الكتب الدراسية وتقديم الامتحانات بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة التربية والتعليم وفقاً للأنظمة المتبعة، بما يسهم في صقل وتنمية مواهبهم وتحسين مستواهم العلمي بما يعود عليهم بالنفع بعد انتهاء مدة محكوميتهم، تمهيداً لإعادة دمجهم في المجتمع. ركزت إدارة مركز إصلاح تأهيل النزلاء على تسهيل إجراءات النزلاء الراغبين في مواصلة دراساتهم المدرسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث تم قبول وتسجيل 219 نزيل للمرحلة الثانوية و42 نزيل للمرحلة الإعدادية لهذا العام. وتكفلت وزارة التربية والتعليم تسليم كتب دراسية للنزلاء المقيدين لديهم وتسهيل جميع القنوات الدراسية اللي تساعد النزيل في الاستذكار وأداء الامتحانات النهائية. تم التنسيق من خلال عقد الاجتماعات بين المسؤولين من وزارة التربية والتعليم وبين وزارة الداخلية لحماية حق هؤلاء النزلاء في التعليم والحصول على شهادة الثانوية العامة تمهيداً لبناء مستقبلهم عند انتهاء فترة عقوبتهم. لذا تم معاملتهم معاملة الطالب المنتظم على مقاعد الدراسة، فتم توفير لهم جميع الكتب الدراسية والمناهج والدروس المصورة عبر المحتوى الرقمي لوزارة التربية والتعليم، وتسهيل تقديم الامتحانات لهم بسوة بزملائهم الطلبة المنتظمين.